أنا بتحمل أحيانا ما بآكل. نصب تعمل ولا أنا حصلي صار لي امبارحي ولت امبارح ما بالصحة ولا بحطه بتمي، بس ببركن بياكلوا حوالي بشوفه مبسوطين عم ياكلوا كأني أنا عم آكل. والله العظيم ما حطيته بتمي صالي سحوري. أنا بتحمل بس هو بيتحمله. أقول بحمد الله أنا عندي جسم بيغاوم بس مثل هذا ما بيغاوم. أنا كل عيد ما بشتم بفكر بهنيهم مثل الأولاد بينبسطوا، بس ما عندي قدرة. كلياتهم ما بحسن اقول بدي افرحهم بالعيد مثل الاولاد. هذا بيجي يقول لهم طلعوا انا اشتريت بالباس الجديد، وهذا اشتريت لي امي وابي. اخواتي بيجي يقولوا لي يا اختي اشتري لنا. بتضحك عليهم بقول لهم بكره. هن مبسوطين ومكيفين ببيوتهم. ما بيعرف باليتيم ايش عم يصير فيه. يمنعوا السعادة لليتيم مثل ما عندهم سعادة يمنعوا لليتيم. كل طفل يتيم سعادة. أتمنى يقدموا له كل شيء لازم لكل يتيم، مو بس لأخواتي ولأبني ولأبن أخوي، لا. أتمنى لكل طفل يتيم يحس بالسعادة اللي عايشين بيها أهل السعادة. يحسسونه أنه ما فقد لا أمه ولا أبوه. يحسسونه بي أهل خير على وجه الدنيا، بي عالم ما ماتت بالدنيا أهل الخير.